أهل القرى في محافظة ميسان المحاذية لنهر دجلة يحاولون بإمكانيات بسيطة منع دخول المياه إلى قراهم بعد ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة وكسرها للسدة التي أقاموها، وذلك لمنع دخول الماء إلى البيوت والأراضي الزراعية. فنشاهد. ناطار الشط على السدة صوب بيت شيء مو بيت قطان. ايه كذا كذا انا علي بس اصور. فضلا علي بس اصور، ما عندي شيء.